أسعد الله صباحكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا. نطل عليكم بحلقة جديدة من برنامج صباحكم على شاشة اليو تي في. ساعة ونص فيها كثير من المواضيع المهمة اللي تهم الأسرة العراقية، إضافة إلى ضيوفنا ومراسلينا وتقارير وفقرات كثيرة. يسعد صباح جاريتي. صباح الخير ديما، وصباح الخير لكل اللي يتابعنا عبر الشاشة. نرحب بكم بحلقة جديدة وننتقل وياكم إلى فقرة عندكم خبر حتى نتابع شنو أهم وأبرز الأخبار المحلية. مشاهدينا، في أول الأخبار لهذا اليوم، أكدت وزارة التخطيط استمرار عملها لإكمال جداول موازنة العام الحالي، وذلك بالتنسيق مع وزارتي المالية والنفط والجهات ذات العلاقة، وذلك كذلك لتتم مناقشتها قريبا من قبل الحكومة ثم ترسل إلى مجلس النواب للتصويت عليها. وأشارت وزارة التخطيط إلى أن جداول الموازنة تتضمن حجم الإيرادات لعام 2024 وحجم النفقات بجوانبها التشغيلية والاستثمارية. يشار إلى أن وزارة المالية كانت قد أعلنت سابقا عن بدء إطلاق تمويل الموازنة التشغيلية مع قرب حسم جداول الموازنة. مشاهدينا، احنا نبقى في السياق نفسه، حيث وجهت اللجنة المالية النيابية دعوة إلى البنك الدولي وصندوق النقد إلى تقديم الدعم اللازم للعراق في مجالات تبادل الخبرات وتدريب الكوادر الوطنية، وذلك لتطوير نظامه المصرفي بعد المضي باتجاه تفعيل نظام التعامل المالي الرقمي وأتمتة الضرائب. وأوضحت اللجنة المالية أن قرار الموازنة الثلاثية أعطى للحكومة أريحية كبيرة على صعيد التعاقد وتنفيذ المشاريع واستقطاب الشركات الأجنبية لتنفيذ مشاريع كبرى، لافتة إلى أنها تسعى للتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنجاح الحكومة، خاصة وأنها تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق تطلعات الشعب، على حد وصفها. اقتصاديا، تعهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن ينتهي ملف حرق الغاز المصاحب في العراق خلال فترة لا تتجاوز الخمس سنوات، وهذا من الممكن أن ينعكس ماديا وأيضا صحيا في تقليل الملوثات الجوية. نعم صحيح، وأشار السوداني إلى أن الحكومة تحركت بقوة على قطاع الطاقة بسبب الغاز المحروق والحاجة للأموال والطاقة، مبينا أن العراق وصل للاكتفاء الذاتي من خلال تحرك الحكومة على المصافي، وستتوقف خلال هذا العام عن استيراد المشتقات النفطية، وسيحقق العراق فائضا نستخدمه في تشغيل المصانع. كما وجه السوداني بوضع خطة عمل لإصلاح طائرات الخطوط الجوية العراقية والانتهاء منها خلال العام الجاري، وزيادة طواقم الخطوط الجوية وتدريبهم، وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات للمسافرين وبما يليق سمعة الخطوط الجوية العراقية. وراجع رئيس الوزراء عمل الخطوط الجوية للإيفاء بمتطلبات اتحاد النقل الجوي الدولي على أن يستكمل هذا الموضوع بسقف زمني ما يتجاوز شهر حزيران من العام الحالي، فيما أشار إلى فكرة تأسيس شركة خطوط جوية رديفة من خلال دراسة أفضل النماذج بواسطة استشاريين متخصصين بأنظمة الطيران. وفي آخر خبر من عندكم، خبر أعلنت دائرة البيطرة في وزارة الزراعة التحرك نحو إنشاء المجازر العصرية المتطورة، وذلك بهدف الحد من انتشار ظاهرة الجزر العشوائي، خاصة وأن العراق يكاد يخلو من المجازر العصرية الرسمية الحديثة والتي تعمل بإشراف أطباء بيطريين لاتخاذ الإجراءات الصحية البيطرية. وبينت الدائرة أن لجان التفتيش على المجازر في دائرة البيطرة مستمرة بمتابعات دورية لأصحاب الحيوانات، وتتخذ الإجراءات الأصولية بحق المخالفين، كما أنها مستمرة أيضا بالتوعية الصحية البيطرية للحد من انتشار الأمراض التي تنتج من ظاهرة الرعي والذبح العشوائي. من عندكم خبر إلى لأن مشاهدينا، ننتقل إلى فقرة المرور في شوارع العاصمة بغداد.
مشاهدينا ننتقل إلى التمارين الرياضية الصباحية مع كابتن عبد الله. صباح الخير مشاهدي قناة يو تي في، فقرة رياضية صباحية جديدة. 20 تكرار هسه راح ناخذ القرص، راح ناخذ بي جي تي او، راح تو مور اسوان أخيرة. جود جاد. كملنا أعزائي المشاهدين راوند 1، نقدر هذا التمارين نعيدها من 5 راوند 4 راوند على حسب الطاقة على حسب لياقتك، نقدر شوي شوي نزيد من أوزاننا. نختم فقرتنا لهذا اليوم ونرجع وياكم الاستوديو ونلقاكم في حلقة أخرى. إذن مشاهدينا فاصل قصير وراجعين وياكم بمشوارنا الصباحي. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. واحدة من المشاكل اللي ممكن يتعرض لها الأطفال هي زيادة الوزن والبدانة، وهذه الحالة ممكن تترك آثار سلبية على مرحلة من مهمة من مراحل الإنسان وهي الطفولة، وتمتد وياه حتى الكبر. حتى واحد يتجنب هذا الموضوع اللي هي تعتبر السمنة الخطيرة، لازم يلتزم أو تلتزم الأم بعناية خاصة للطفل، خاصة فيما يتعلق بالأكل. هذا الموضوع راح يكون محور فقرتنا القادمة. مشاهدينا، أسلوب الحياة أم الطعام أو الوراثة هي المسبب الرئيسي لسمنة الأطفال، وكيف يمكن إحنا نتجنبها؟ راح نناقش هذا الموضوع مع الدكتورة عذراء الشمري اختصاص التغذية العلاجية. يا أهلا ومرحبا، سعد صباحك. أهلا وسهلا دكتورة. أهلا وسهلا بكم. يعني يمكن إحنا بالبداية ذكرنا نبذة عن الأسباب أو الأشياء اللي ممكن تسبب السمنة لدى الأطفال، ولكن إحنا نريد من وجهة نظر شخص أكاديمي عن هذا الموضوع، وتحديداً شنو هي الأوزان اللي تخلي الطفل تدخل دائرة السمنة. إحنا بالبداية المفروض من الطفل من أول ما يجي للدنيا ننتبه على الوزن مالته. الوزن خلال الأربع أشهر الأولى بالحديث الولادة يعني المفروض تكون الزيادة شهرياً كيلو واحد، بعدها تكون تقريبا نص كيلو، يعني لحد ما يوصل عمر 6 سنوات، العفو سنه، المفروض الوزن ماله ما يتجاوز 9 كيلوات. فبعدها كبدايه، بعدها همنا لازم انه اكو فد معادله ندخل بها العمر والطول والوزن حتى نعرف انه الزياده ما تشقد ملحوظه او لا. ممكن نعرف انه هاي المعادله الامهات بالبيت يمكن هم يسوونها او انها تقولين لا صعبه مثلا. هم ما راح يدبروها صراحه، أيه. لان بها انه هي شلون نقول الوزن على العمر على اثنين وتتقسم وتطلع النتيجه، فاكيد ما راح يقدرون يسووها. بس اكو امور ثانيه أيه. نقدر عن طريقها نعرف انه من تبدي مثلا هاي عندهم سمنه مفرطه كلش، انه من تبدي عندهم اماكن معينه بالجسم مثلا منطقه الصدر تبدي يصير بها انتفاخ، منطقه الافخاذ، ظهور. هاي عن اي عمر انت قاعده تتكلمي؟ هذه ما بعد السنه او مثل نقول لحد ال5 سنوات فما فوق، تبدي منطقه الرقبه تصير لونها داكن، هاي راح تبين انه عندهم سمنه مفرطه. زين. حلو، يعني احنا يمكن هاي هي الفئه العمريه اللي انت قاعده تذكريها وذكرتي بعض الاسباب. احنا اثناء الحديث يمكن او قبل ما ابتدي قلت هناك اكو ممكن تكون اسلوب حياه او طعام أكيد او وراثه. اكيد خلينا نتكلم عنهم. طبعا هي السمنه بالنسبه للاطفال اخطر مرض طبي ممكن يكون بهالعمر للاطفال والمراهقين، فلان هذا حيكون خطر للمستقبل وانه اصابه امراض معينه خاصه بالكبر. فلازم الاهالي يهتمون بهذا الموضوع. فالعادات الخاطئه اللي يمارسوها انه هو الاكل السريع، قلة الحركة، مكافأة الطفل بالحلى والبيبسي والشيبس وهاي الأمور، حتى وصلوا مرحلة يستغنون عن الأكل الصحي، يعني مثلا وجبة غدا ماكو ينطوا لها شيبس، ينطوا لها أندومي، هذا أكبر خطأ، يعني هو هاي الأسباب اللي تسوي السمنة. هذا الأندومي صار سناك. مو بس سناك، لا وجبات رئيسية دي يسووها. زين دكتورة، إذا شوية نحكي على عوامل الخطورة بشكل عام اللي ممكن تصيب الطفل بهذه المرحلة وتأثر عليه بعد عمر كبير، يعني الأمراض. أكو مثلا كثير من الأمراض اللي تصيب الأطفال اللي سببها الأساسي السمنة، فشوية خلينا نحكي عنها. طبعا هي مو شرط أنه بس هم أطفال تبين عليهم، أكو تبين عندهم بالكبر، مثلا عندنا السكر من النوع الأول والثاني،
خربطه هرمونات صحيح. عندنا ارتفاع الضغط، نسبه ارتفاع الدهون بالدم، يعني هوايه امراض، امراض القلب، امراض الكبد، الكلى، كلها هاي تكون سبب. فحتى اذا ما تظهر عندهم من هم اطفال، بالكبر راح تبين عندهم. ياثر هذا الموضوع ايضا على بالنسبه للدراسه الطفل، الذكاء مالته، استقبال للمعلومات بالمدرسه. اكثريتهم حيعانون من خمول، هذا الخمول اللي راح يصير عندهم حيسوي عندهم ضعف بالذاكره، فاكيد حتاثر. نعم دكتوره، خلينا نتكلم اليوم في حال انه جاك بيشنت طفل عمره مثلا نقول 9 سنوات، نعم، يعاني من السمنة المفرطة. أول شيء في فرق إذا كان ذكر أو أنثى ولا؟ أكيد بالوزن. تمام. كل حالة راح ندخل على خلينا نقول إذن على الفئتين سواء ذكر أو أنثى. ولكن طفل بعمر 9 سنوات سواء ذكر أو أنثى جوي إلج وهما يعانون من سمنة مفرطة، شنو الإجراءات الأولى اللي راح تكون تأخذيها بعين الاعتبار، وشون ممكن أنتي تتعاملين من ناحية كنمط غذائي كامل؟ بالبداية إحنا أني مثلاً يعني شدة أتبعه ويا مرضايا إنه عندنا جهاز الأنبادي نفحصهم به، راح يشوف ليش قد عند الكتلة العضلية، ليش قد الكتلة الدهنية، وين متركز منطقة السمن مالته، على أساسها بعدين نحدد إنه شنو اللي عنده. مثلاً نسوي تحاليل. شو التحاليل اللي هي؟ تحاليل الهرمونات وتحاليل النمو اللي يعني هرمون النمو، هاي هم كلش ضروري، وتحاليل الغدة. ومن بعدها يتم من بعدها نقرر انه شنو اللي يحتاج له. اكو مرات يحتاجون انه يراجع طبيب غدد، صحيح، او انه طبيب اطفال خصوصا اذا كانت النتيجه التحاليل، نتيجه التحليل بالضبط. اكو يحتاجون انه طبيب اطفال مختص بفئه مثلا مرضيه معينه من نسبه التحليل نعرفها، فهي لازم يتحول دايركت على طبيب الاطفال وتصير مساعده بين ابو التغذيه والطبيب على يوصلون الحل نهائي لهذا الموضوع. اكو لا انه هم طبيعيين، بس مجرد انه طبيعه اكلهم خطا، انه العامل الوراثي، نمط الحياه كله خطا، قله حركه. نبدي اهم نقطه انه المريض يحب الدكتور مالته او اللي يتابع حالته، لان اذا ما راح يحبه مستحيل راح يقدر يكمل وياه. صحيح، بس انت ذكرتي يمكن اكو فرق بين الذكر والانثى، شنو هو الفروقات يعني من ناحيه الارقام مثلا او اكيد كيف؟ طبعا بالنسبه دائما انت هي اي تحليل هسه تسوي حيكون الميل يختلف عن الفيميل بالدرجات. لا اتكلم عن الوزن، يعني هل الوزن هماتين انه الولد يكون انه يعني شلون سرعه النزول مالته اكثر من البنيه، فهذا الموضوع هم لازم نخليه بعين الاعتبار. دكتوره يا ريت لو شوي هم تحكي لنا على الانظمه الغذائيه المتبعه. أيوه. اللي هي شوي شوي يعني انه نقنع بها الطفل بهذا العمر، تعرفين يعني هو الشخص البالغ هو صعب انه يسوي حميه غذائيه ودايت وهيك شيء، فشلون بالنسبه لهيك اعمار متعلقه بهو هاي أمور ذكرتيها أنت؟ أيوة. الأكل السريع، المشروبات الغازية، أيوة، السكريات بكل أنواعها. نقدر نبدي مثلا بالبداية مثلا السكريات، نحاول أنه ما نسوي أشياء يعني نجيب لهم من برا، نحاول الأم تسوي لهم إياها بالبيت، تكون بنسب قليلة، يعني إذا كان كلش مدمن لما بالتدريج تعوضه. مسألة المكافأة، تكافئ أنه إذا مثلا ما سويت هذا الشيء أنا حكافئك بشيء يحبه، بس مو مكافئة بحلويات أكيد لا طبعا. أكو علاجات طبية غير انه الحميه الغذائيه اذا وصلت مرحله اذا كان مريض هذا يحتاج، بس اذا ما كان مريض لا مستحيل ما يحتاج. انا ضد هذا الموضوع تماما. يمكن اكل بعض يشاهدنا يتجهون الى اشياء طبيعيه اللي يمكن برايهم انها تسد الشهيه، هل هذا الشيء صحيح او انت تفضلين تعطين بعض مثلا تكون اليافها اكثر، امور أكيد اكثر هي اللي تكون تشبع ولكن بسعرات حراريه قليله؟ بالضبط، يعني هو النمط الغذائي هو يكون صحي ويكون مشبع للطفل احسن من التجئ الامور ثانيه. تعرفين شغله دكتوره، المفروض انه صراحه مو فقط الابن يسوي، لانه بالاخير راح يحس بنفسه انه هو معزول، العائلة لازم كلها. البيت كله بالضبط العائله. فشلون ممكن تتعاملين مع هذا الموضوع؟ شوفي، هم من يجون الاهل مصرين انه ابنهم يريدون ينزل بالضبط، هم يكونون وياه يقومون يعني يتبعون شلون ما يجيبون هاي الامور اللي تخليه مثلا ياكلها ويسمن، يبتعدون تماما عن الحلويات، على الاشياء اللي بها سعرات عاليه الخاطر الطفل. بس اذا هم الاهل رافضين هذا الموضوع ما دي يساعدون ابنهم، ما راح نتوصل النتيجه. هو بالاخير ماكو حرمان، يعني هو هذا لا هو ما ترى الدايت عمره ما كان نظام حرمان، انت مجرد ما ترتبين اكلك بسعرات حراريه مضبوطه وخلاص. صحيح، بس اكو شغله مهمه، السمنه الوراثيه، يعني نشوف اب عنده اصلا سمنه مفرطه، صحيح، او ام او اثنيناتهم والاولاد هم نفس الشيء، فهذا نظام غذائي كله يعني غلط متعودين عليه. صحيح، شوفي هي ويكون اي
ايضا جزء من عندها وراثي، يعني بالنسبه للاب والام وبالنسبه يعني للاولاد. هو العامل الوراثي كلش ضروري، بس مو فد شيء رئيسي، يعني مو شرط انه الاب او الام سمان انه الطفل حيكون سمين، بس العادات اللي يتبعها الطفل هي هاي الرئيسيه. اذا من البدايه انه الطفل متعود على اكل خطا، على قله حركه، وخصوصا هالوقت يعني احنا ما عندنا اماكن ترفيهيه يطلع الطفل مثلا يلعب بيها يركض بيها، يعني حتى احنا بالمدارس تقريبا نهوا على درس الرياضه. فهاي الامور كلها تؤدي للسمنه من غير التليفونات والايبادات والالعاب الالكترونيه. بس دكتوره ايش قد مهم تاثير النوم على هذا الموضوع؟ كلش مهم وضروري النوم، يعني الطفل اذا ما ياخذ كفايته من النوم يعني كلش راح يكون سبب رئيسي. السهر والاكل المتاخر. السهر بالضبط بالضبط، بحيث كل الوجبات الغذائيه باوقاتها راح تتغير. كل حياتهم كلها قلبوها، انا اسميه نظام الخفافيش، اللي نايمين بالنهار وقاعدين بالليل. ويمكن خصوصا احنا نتكلم عن الاوقات تفرق، يعني اوقات الدوام يكونون شويه منتظمين، ولكن باوقات الاجازه هي هنا تبتدي المشكله وتبتدي الخربطه، وحتى الاهل يتساهلون كون انه كانوا مضغوطين وهاي فسحه لهم. خلينا نتكلم على موضوع اليوم. احنا يمكن ذكرتي نقطه جدا مهمه، البيشنت سواء كان طفل هو لازم يكون يحب الشخص اللي قاعد يعالجه، ولكن من يشوف اكو امور تغيرت من ناحيه الطعام، ولازم هم اعتقد يكون اكو نظام رياضي معين او حركه معينه، ساعات العاب معينه. شو ممكن انه تتعاملين مع هذا الموضوع بحيث انه ما يحس انه هو انحرام، ما يحس انه اكو مثلا انا ما اريد اكمل بهذا النظام؟ بالاخير هو عقليته ما راح تفكر انا اريد انزل وزن لانه مثلا الشكل غلط، الصحه غلط، ما راح يفكر. شوفي انا حسب شيء جربته، انا كان عندي مريضه عمرها 6 سنوات كلش التزمت، انه حكيت شرحت لها، تعبت نفسي صراحه وياها، شرحت لها كل شيء بالتفصيل، فبدأت تدز لي عمتها، يعني كانت متابعتها، تدز لي فيديوهاتها يوميا لتمشي لتاكل هيج لتسوي هيج، كانت فرحانه بهذا الموضوع. فانه بالدرجه الاساس الاهل يكون لازم يفوكسون على هذا الموضوع، يعني عامل النفسي كذلك مهم، العامل النفسي كلش مهم كلش مهم. فانت اذا اجى هو مقتنع، هو طفل، بالتالي تقدرين بكلمتين تقنعي ويلتزم على اساسه. بس يبقى انه شلون وصل للفكرة؟ صحيح. دكتورة أريد من عندك نصائح أخيرة قبل ما نختم الفقرة. الأهم نقطة أنه هي ابتعد عن هاي الشغلات، الأشياء اللي بيها سعرات عالية كحلويات وكأندومي والأكل السريع مات المطاعم. هذا يا ريت أنه يتجنبوه. نقدر نعوضها بالفاكهة، نقدر أنه نأكد على الطفل على شرب المي. حلو. النوم من وقت، شوية حركة ضيفي بالنظام دكتورة، شوية خليك حركة. أنا يعني أول نقطة أكد عليها هي الحركة، أنه لازم أقل شيء 30 دقيقة يكون يعني يتبعها باليوم احنا مو نقول سوشيال ميديا والعاب وهذه، بس هي هم بها تاثير ايجابي. هسه هم اكو تحول كلش كبير يعني للاطفال من هم يعني بعمر خلينا نقول العشرة و11 شويه، هاي بدايه المراهقه. صحيح. يريدون جسم مرتب، يريدون شويه جسم مقسم، فشوف هوايه من الاعمار هسه يعني موجودين بالجيم. شوفي انا ما اكد بس على السوشيال ميديا، يا ريت لو بالمدارس يهتمون بهذا الموضوع. وصراحة أنا ريت أتطرق لهذا الموضوع اليوم، يعني إحنا قاعد نشوف إنه مو الموضوع بس صار عدم وجود شخص مسؤول بالتغذية يمكن ينصح، ولكن حتى الطعام اللي قاعد يوزع بالمدارس هو غير مدروس، رغم إنه إحنا شاهدنا أكو بعض المحاولات قالوا راح تكون هناك تفاحة ومن هذه الأمور، ولكن هي غير مدروسة بشكل صحيح. اليوم إحنا وش قد بحاجة إنه تكون عندنا شخص أقلها بكل مدرسة يعنى بموضوع الغذاء، من سواء مو فقط تقديمه ولكن حتى كفقرات تكون موجوده. بالضبط. مو شرط انه يكون شخص، يعني مثلا تقدر هي المديره مال المدرسه او معاونه، ترى السوشيال ميديا بها اشكال، يعني على اليوتيوب تطلع برنامج تسوي مثلا تخصص فقره للطالب، فد 30 نقول دقيقه، حتى لو دقيقه ما نقول 30 دقيقه او هيك وقت هوايه، لو يوميه الطفل من البدايه من اول ما طول الاول ابتدائي يومية ينحكي وياه بهذا الموضوع، صدقي لما حيكبرون حنقطع هذا الموضوع. ولو يتفعل حصه الرياضه كان صار في بالضبط، ما هم حصه الرياضه لغوها. طبعا كل الشاكرين لك دكتوره على تواجدك وعلى الاشياء اللي يعني فعلا دا تنصحين بها الامهات، وهي فعلا من الواقع. هو الاهم شيء الامهات، يا ريت لو ياخذون بهاي النصيحه. نعم، الدكتوره عذراء الشمري اختصاص التغذيه العلاجيه، شكرا تواجدك. شكرا لكم، شكرا لكم، ممنونه. مشاهدينا احنا اكيد نتمنى السلامه للجميع، ولازم احنا هذه الفقرات جدا مهمه لكل الامهات على مود يعرفون انه شلون واحد يتعامل مع ابنه، مو فقط من ناحيه الاكل ولكن من نمط الحياه بشكل عام. احنا باقين ومكملين وياكم، لكن فاصل ونرجع لكم من بعده.
مرحبا بكم مشاهدينا. قبل يومين تم تكريم واحد من أهم أعمدة الموسيقى في العراق، أقامت فرقة الوطنية للتراث الموسيقي حفلا موسيقيا غنائيا تراثي احتفاء بالقامة الموسيقية فاروق هلال. وتضمن الحفل كوكبة من المقطوعات والأغاني اللي لحنها واختتمت بتكريم لمنجزه الفني الكبير، كما وحضر الحفل أسماء مهمة مثل الموسيقار نصير شمة والمايسترو علاء مجيد. اليوم راح نكون برحلة استذكارية لمسيرة أحد أهم مؤرخي الأغنية العراقية والمخلصين لها، اللي أغنى المشهد الغنائي العراقي بالكثير من عطاء الفني عبر ألحانه المميزة اللي منحها لمطربين عراقيين كثيرين، أبرزهم مائدة نزهد، كما لحن لمطربين أيضا عرب أبرزهم المطرب الكويتي عبد الله رويشد. ضيفنا اليوم راح يكون عبر البث الموسيقار القدير فاروق هلال ويا زميلنا علي مروان. صباح الخير عليكم. نعم صباح الخير أريج، صباح الخير ديما، صباح الخير على كل مشاهدي يو تي في. اليوم احنا موجودين عند قامة فنية كبيرة نستثمر وجوده في بغداد، الأستاذ الموسيقار فاروق هلال. نقول له صباح الخير ونبدأ حديثنا وياه بهذا الصباح، انه احنا متشرفين بوجودك ويانا على شاشة يو تي في. وانا اكثر يعني اهتماما وتشريفا لحضوركم، لانه قناة يو تي في من القنوات المهمة في العراق. شكرا جزيلا لك استاذ فاروق. خل نبدا من الاخير مثل ما نقول، حفل الفرقه الوطنيه للتراث الموسيقي واحتفاء هذه الفرقه ودائره الفنون الموسيقيه بشكل عام بمنجز حضرتك الموسيقي في العراق وحتى في الوطن العربي بشكل عام، مشاعرك وتشوف الجمهور وتفاعل الجمهور معك كان تفاعل كبير في على خشبه المسرح الوطني. حقيقة أنا حصلت على تكريمين في آن واحد، تكريم فني وتكريم جماهيري. التكريم الفني أقامته الفرقة الوطنية للتراث الموسيقي العراقي بقيادة الأستاذ الموسيقار المايسترو علاء مجيد، الذي هندس الاحتفال لتقديم ألحاني التي قدمتها خلال 7 عقود. قدمتها هذه الفرقة بهندسة الأستاذ علاء مجيد بأسلوب يضاهي كل ما يجري الآن في الوطن العربي من أعمال فنية موسيقية غنائية، حيث قدموا ألحاني بأصوات بارعة وكأنهم طيور مغردة، العازفين مبدعون، الكورال رائع، كل شيء رائع كان بالحفلة. هذا التكريم الفني أنا أعتبر تكريم الفني جاء من خلال هذه الفرقة التي يقودها الأستاذ علاء مجيد، وهي أول بادرة ممكن أن تحصل في العراق، لأنه بعض الناس يتصورون أن التكريم يجب أن يكون مادي. أنا أخالف هذا الرأي. التكريم الاعتباري اللي حصل من خلال الأستاذ علاء مجيد رئيس الفرقة والفرقة نفسها، أنا أعتبر هذا أعظم تكريم في حياتي. أما التكريم الآخر اللي ساند هذا التكريم الفني هو التكريم الجماهيري. أنا رأيت جماهير غفيرة محتشدة من كافة طبقات المجتمع يحيوني ويحيون الأعمال التي يقدمها الأستاذ علاء مجيد بطريقة أول مرة أراها في مجتمع عربي بالذات. يعني إحنا كنا نفخر بما يحصل في مصر، فيما يحصل في السعودية، فيما يحصل في كل مكان، ولكن وجدنا أن التجربة العراقية هي الأسمى من كل هذه التجارب. فأنا أعتبر نفسي من الناس المحظوظين، وأتمنى أن يكون هذا التكريم الفني والتكريم الاعتباري من هذه الجماهير العظيمة سياق أن يحصل عليه كل الفنانين المبدعين في العراق، لأنه التكريم المادي لا حاجة لنا به الآن. التكريم المعنوي هذا لا يحصل عليه أي واحد. عندما ترى جماهير بهذه الحشود ومن مختلف الطبقات
وحتى يذرفون الدموع يعني اعجابا والاحتفاء بصوره غير تقليديه. انا اعتقد هذه حاله وسياق فني لم يحصل في اي بلد من البلدان العربيه. استاذ فاروق، هذا ينم عن ثقافه الجمهور العراقي وحب الجمهور العراقي للموسيقى والموسيقيين العراقيين، وكل شخص مهتم بالموسيقى محظوظ بوجود حضرتك ايضا في بغداد. خلينا نستعرض شهاده التقدير اللي اعطيت للاستاذ فاروق اثناء الحفل، شهاده ممكن تحدث عنها استاذ فاروق اثناء الحفل بكلمه، مثل ما ذكر حضرته انه أدمعت حتى الجمهور الموجود. نعم. هذا الشيء عظيم جدا. شو تحب توجه كلمة للجمهور اللي دائما يكون متحمس لرؤية حضرتك على المسرح؟ أنا أعتقد لو فكرنا مليا بما يحصل الآن من تقدم وتطور في الحياة الموسيقية والغنائية في كل الوطن العربي، لا يوجد هناك جمهور يشبه الجمهور العراقي بدائقته الراقية، لا يوجد على الإطلاق. كانوا منصتين إنصات لكل الأعمال التي قدمها الأستاذ علاء مجيد بأسلوب راقي ورائع مع فرقته الرائعة. تراهم يسمعون بانتباه شديد، وعندما دخلت أنا لكي أساهم مع هذه الفرقة الرائعة، وقلت للأستاذ علاء مجيد: قدنا يا أستاذ علاء، أنا أمثل الماضي ولكن هؤلاء الشباب والشابات يمثلون المستقبل، وأنت معلم الماضي والمستقبل. فأباوح على الجمهور يعني احتفاء غير تقليدي، احتفاء خلاني أشعر وكأنه كل السنين اللي قضيتها من أجل أن أقدم كل ما أمتلكه لوطني العراق ولشعبي، لقيته قدام عيوني أنه حق أنت يجب أن تأخذه. يعني الجمهور خلاني أعرف وكأنه هم يعطوني هدية، يقولوا لي هذا جزاء ما قدمته أنت لوطنك لبلدك. هذا رقي في الذوق ورقي في الوعي ورقي في الثقافة الجماهيرية. فأنا يعني أجد نفسي حتى عاجز عن التعبير كيف أصف هذا الجمهور العظيم، وكيف أصف فرقة الأستاذ علاء مجيد بهذه الإنجازات الرائعة من خلال التراث ومن خلال ما أنا قدمته. وأنا أعتقد الأستاذ علاء يجب أن يضع هذا السياق، أن يعم على كل فنان مبدع بالعراق حتى يكون العراق نموذج للتكريم. لأنه لا نتصور أنه أي شيء تكريم لازم يكون تكريم مادي، لا، تكريم اللي بوعي وباعتبار، هذا أهم شيء عند الفنان الملتزم، خاصة الفنان الملتزم. وإحنا ما شاء الله عندنا أسماء كبيرة رحلت والتي تعمل الآن، أسماء كبيرة، فيجب تكريمهم بهذا التعامل مع هذه الفرقة حتى يظهرون بالمظهر اللي يخلي العراق بلد مثل ما نعرف عنه، بلد الرافدين الحضاري من بابل وآشور وسومر وغيرها إلى هذه المرحلة اللي نعيشها الآن. نشوف قدامنا جمهور بهذه الذائقة، هذه ذائقة لا تكرر في أي مكان. طيب أستاذ فاروق، هذه الفرقة ممكن نتاج لاختبارات كبيرة من قبل دائرة فنون الموسيقية والمايسترو علاء مجيد، ممكن مشابهة للبرنامج اللي كنت تقدمه حضرتك، برنامج المسابقات الغنائية واللي كان يستقطب الطاقات الغنائية الشابة في العراق وخرج فنانين كبار موجودين حاليا كالقيصر كاظم الساهر ومهند محسن وكثير من الأسماء المهمة. حدثنا عن أيام زمان، عن ذاك البرنامج. أنا عندما بديت مع أصوات شابة كان هدفي الوحيد هو أن يكون الفن ثقافة، يعني مو فقط طرب واستمتاع ابدا. ليش؟ لان انت اذا ما تعد اجيال للمستقبل، هذا معنى ذلك انه تظل تدور في حلقه مفرغه. فتجاوبوا وياي كل الطلاب مع حد الفنون الجميله ومع حد الدراسات النقبيه، ولذلك ظهرت هذه النخبه من النجوم والاسماء اللامعه اللي رفعوا اسم العراق. وكنت اقول لهم دائما انه ترى احنا مو لسواد عيون كاظم الساهر
سوينا الشيء اللي يجب أن يتقدم أو مهند محسن أو غيره، لا، إحنا نصنع الأجيال لصالح بلدهم العراق العظيم. للعراق بلد الحضارات، إحنا من قبل آلاف السنين كنا نحمل الحضارة، فكيف ما تستمر هذه الحضارة؟ إذن هذه الحضارة لا يمكن أن تستمر وإحنا نتعامل بالحالات المزاجية والما بها اعتبارات، ما بها وعي، ما بها. لذلك أصوات شابة، أنا الآن أجد كل ما بنيته بأصوات شابة. الأستاذ علاء مجيد وسعى على نطاق أكبر مما كنت أني أتمنى، لذلك أنا سميته الأستاذ علاء مجيد. هو معلم، إذا أنا يسموني معلم الأجيال فلا، أنا معلم الجيل الماضي. ليش؟ لأنه أنا كان اللي ظهر منها علاء مجيد، ظهر منها كاظم الساهر، ظهر منها مهند محسن وهيثم يوسف والأسماء أحمد نعمة وغيره. لكن إحنا عندنا أجيال مستقبلية يحملون وعي أكبر، لأن تعرف التطور الذي يحصل الآن بالبشرية تطور سريع من خلال الأشياء اللي دا نعيشها، يعني المسائل العلمية وغيرها وغيرها. أنا أجد أنه الشيء الذي أسسه الأستاذ علاء هو نهوض حضاري موسيقي غنائي في العراق، سيكون تجربته تعم على كل الوطن العربي. تمام. أستاذ فاروق، يعني عندي فضول أعرف أنه شون كاظم الساهر قدم لهذا البرنامج. سمعت في لقاء سابق لحضرتك أنه قدم البرنامج بعد سنة، أيضا قدم مرة ثانية بعد أن قدمت له نصيحة. نعم، وهاي كان حاضر بها الأستاذ علاء وهو شاهد عليها. لا، مو أنا من كنت جاء أقابل المشتركين، كانوا هم يتخوفون أنه يصورون راح يمكن يسمعون مني شيء ما يخليهم يقدمون التقديم الأفضل. ولكن أنا كنت صريح معهم وفهمتهم، قلت لهم إحنا نريد نبني نهضة وليس نريد نبني مطرب. ليش؟ لأن إحنا سوينا مطربين، سوينا شعراء، سوينا موسيقيين، كل الصناعة والإبداع الموسيقي الغنائي. فمن جاء كاظم حالة حال أي واحد عامله، سمعت أنه صوته حلو، لكنه سألت عن ثقافته، شفت ثقافته اعتيادية، فقلت له لا ابني، أولا أنت لازم تدرس في معهد من المعاهد الفنية، لأن أنا ما حقيقة، قلت له إذا تسمح لي، قلت له أنه أنا ما أطلع واحد بأصوات شابة يجيني، يعني ليش المهندس يطلع من كلية الهندسة والطبيب يطلع من كلية الطب والمطرب من الشارع يجي؟ ليش؟ خليه يطلع من معهد الفنون الجميلة، من كلية الفنون الجميلة، من معهد الدراسات النغمية. والحمد لله احنا البلد الوحيد اللي سبقنا كل بلدان الوطن العربي، أن عندنا معاهد وعندنا هذا. فقال لي شو يعني، شو تأمر أستاذ؟ شنو؟ قلت له ما أمر شيء يعني، بس أريدك، لأن عزفك حلو وغناك حلو، لكنه هذا ما يفي، لازم تترصن علميا بالموسيقى والغناء بدراسة، فتقدر تروح ابني تدخل معهد دراسات النغمية وتجي بعد سنة نقدمك بالشكل اللي ممكن أن ينطي شيء. إجاني تماما بعد هذه السنة، حتى الأستاذ علاء كان الساعد الأيمن اللي بأصوات شابة، لأن هو كان رئيس الفرقة. قال الأستاذ هذا الشاب اللي اسمه كاظم جبار إجي. قلت له منو كاظم جبار؟ يجون يوميا 200 واحد انا اختبره واحش وياه. قال لي هذا، قلت له تعال بعد سنه. قلت له صحيح، هذا شيء رائع، هذا يعني هذا معناه مصر على ان يكون شيء. فلما اختبرته بالمره الثانيه وسوى الاشياء اللي انا ردتها، غنى لي شيء لعبد الوهاب، شيء من الحان صنباطي، بعدين غنى لي أغنية شجرة الزيتون، شفتها كلش حلوة. قلت له هاي من ملحنها؟ قال لي أنا. قلت له أنت ملحن؟ خلاص. قلت له إذن أنت دا تمشي على طريق النجومية ما دمت أخذت النصائح اللي يعني شفتها تفيدك، وأنت دا تبدع بيها وتوكل على الله. وفعلا هو مثابر
يعني واحد يحكيها لله. يعني الدورات اللي يقولون انه انت صناعه كاظم ساهر، لا، شنو صناعه كاظم ساهر؟ لا، اذا هو ما عنده متابره وما عنده اجتهاد بالعطاء الفني ويتعب نفسه، لا ما يصير. وفعلا تعب نفسه، وفي عام 1993 انا كنت مدير عام دائره الفنون الموسيقيه. يعني شوف على هسه مدير عام دائره الفنون الموسيقيه. اجتني دعوه من مصر، دعوه انه يريدون يشارك احد الوجوه الجديده بالبرنامج بالمهرجان. زين، انا اذا اطرح كاظم الساهر، منو كاظم الساهر بالنسبه للاخرين؟ بعده ما مو ذاك الاسم الكبير. فجمعت لجنه من اربع صحفيين وثلاث موسيقيين. الموسيقيين ثلاثه ضد كاظم الساهر، والاربع صحفيين صاروا ويا كاظم الساهر. انا قلت لهم اربعه ضد ثلاثه من حقه اني اروح. قال لي استاذ شغلني. قلت له ها كاظم، لا تسال، لا تقول لي هذا الكلام. انت تعد نفسك وهذا، انت تفكر ايش راح تغني. تغني الشيء اللي يتلائم مع صوتك. وفعلا غنى لحن الاستاذ محمد عبد الوهاب بفكر في اللي ناسيني، ومشى بطريقه بشكل جيد جدا، وحقق نجوميه ما حققها اي واحد قبله. طيب احنا حتى الوقت ما يداهمنا، الاغنيه العراقيه الحديثه برايك الموجوده حاليا بهذا الوقت، ما الذي تحتاجه؟ هل تحتاج شيء ام لا؟ لا طبعا تحتاج. شوف، لان احنا في تطور. يعني الحياه، يعني هسه لو تشوف الساحه الغنائيه العربيه صار بها تطور. احنا لازم نسبق التطور هذا. ولذلك انه انا ارى انه من خلال الفرق الموسيقيه الغنائيه اللي يسويها الاستاذ علاء، او اللي اسسها الاستاذ علاء، يظهرون منها الاصوات الجديده، لانه راح يدخلون في تجربه جديده بحيث يغنون للغناء الصحيح. والدليل على ذلك الحفل اللي قدمناه يعني يوم 25 بالاحتفاء به، ظهر بها كرم تامر، شاب مثقف يعزف جيد، يؤدي اداء رصين، اداء عربي. يعني مثل ما طلع كاظم الساهر وماجد المهندس وصاروا نجوم عرب، بالامكان ان يطلعون نجوم عراقيين يصيرون نجوم ايضا، مثل ما ابو سكسفون ولد اسمه وسام الخصاف ايضا هسه نجم عربي الان. خلال العزف على السكسفون نقدر نطرح عشرات الاصوات الجديده، لان عندنا طاقات خلاقه، بس يراد يعني توجيه، ويراد العلميه تكتلفهم في كل توجهاتهم. وانا اعتقد من خلال الاستاذ علاء كل هاي الاشياء راح تتحقق. تمام. استاذ فاروق، احنا كقناه يو تي في نحب ان نقدم لك شيء بسيط جدا، باقه من الورد، احتفاء بوجود حضرتك في بغداد. احنا نستثمر وجودك ايضا. تغبرونا بكل ود وبكل. تفضل استاذ. مشكورين جدا. شكرا لك على سماحك لنا بلقاء مع حضرتك بهذا الوقت، مع العلم انه استاذ فاروق راح يترك بغداد يسافر يوم غد يعود الى دبي، فحاولنا ان نستثمر هذا الوقت القليل مع حضرتك في هذا الصباح. تحياتي لقناة يو تي في، واعتبرها من القنوات المبدعة الخلاقة اللي تسابق الحدث حتى تحصل عليه. وشفتكم عن شلون انتم تتابعون كل مجريات الحفل التكريمي اللي، ومشكورين جدا. واجبنا هذا الاستاذ فاروق، شكرا جزيلا لك. اذا مشاهدينا، هاي عودة للزملاء بالاستوديو ديما وآية، إذا تسمعوني. نعم علي، طبعا احنا جدا ممتنين لهذا اللقاء، شكرا لك، وشكرا لضيفك المميز اللي كان له بصمة خاصة في مؤثرة في مسيرة الأغنية العراقية بشكل عام. إذا المشاهدين احنا مكملون وياكم فقراتنا، ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا، وصلنا وياكم إلى فقرة تواصل، راح نتابع بها أبرز الأخبار المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي والترند.
لفتت المغنيتان العربيتان أصالة نصري وأحلام الشامسي الأنظار يوم أمس بعد تداول مقطع فيديو لهم يوثق لقاء جمع بيناتهم، لأنه حرص بسام الشامسي شقيق الفنانة أحلام على الترحيب بأصالة وزوجها الملحن فائق حسن في منزله. صحيح، ويظهر بفيديو العفوي الفنانتين وهم قاعد يغنون مجموعة من الأغاني العراقية بلحظات عربية تدل على عودة العلاقة بينهم بشكل واضح وانتهاء الخلافات السابقة. تابع. حبيب أمه ما يقبل منها حاجي، روحي معلقها بي، أمي بدعة تدعي يا ابني يهديك، روحي معلقها بي. حلو، يعني أحلام من بالوقت اللي تقضي به هيك هاي العفوية مالتها تغني عراقي. حلو. الثقافة مالتها الغنائية عراقية. طبعاً إحنا بعدنا بالأخبار الفنية، فاجأت الفنانة المصرية مي عز الدين جمهورها بقرار عودتها إلى السينما بعد غياب 12 سنة بعمل سينمائي جديد، وقالت في التصريح إنه هي تقرأ حالياً عدد من السيناريوهات استعداداً للعودة إلى السينما، مشيرة إلى أنها تتعاون ويا مخرج حيكون كبير في هذا الفيلم. ولفتت إلى أنها راح تكشف عن تفاصيل فيلمها الجديد قريبا، مؤكدة أنها راح تغيب عن السباق الرمضاني لهذا العام كي تركز أكثر في السينما. يذكر أنه آخر أعمال مي السينمائية فيلم جيم أوفر اللي عرضه عام 2012 وشاركت في بطولتها الفنانة يسرى. قدمت المغنية العالمية تايلر سويفت ذكرى لا تنسى لإحدى معجباتها الصغيرات أثناء جولتها الغنائية في مدينة سيدني، إذ فاجأت تايلر الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات واللي تعاني من مرض السرطان بهدية خاصة وهي قبعة مميزة تهديها لشخص تختاره بكل عروضها. وكانت الطفلة تجلس في مقعد الجماهير الأمامية وشاهدتها تايلور فقدمت إليها واحتضنتها وقبلت يدها وقدمت لها القبعة. يذكر أنه تايلور دائما تقف في جانب المرضى وتقدم لهم الدعم المعنوي في حفلاتها. نتابع. الهند عالم موازي، انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقطار بضائع هندي مكون من 53 عربة محملة بالحجارة قطع مسافة 80 كيلومتر بدون السائق وبدون حتى مساعدة، وزاد القطار سرعته على طول الطريق ثم توقف بصعوبة عند منحدر. وذكرت هذه الحادثة البعض بفيلم هوليوود الشهير اللي يحمل اسم غير قابل للإيقاف اللي أنتج عام 2010 بطولة دنزل واشنطن، ويحكي قصة قطار شحن هارب فيما يحاول الرجلان اللحاق به وإيقافه. نتابع الفيديو. ومن آخر أخبارنا اللي هي تخص القطار والمواصلات، بعد أن أغلقت بعضها نتيجة الإهمال والظروف السابقة تعيد وزارة النقل فتح بعض الخطوط الخاصة بالنقل العام في العاصمة بغداد، وأكدت مؤخرا أنها تسعى لإعادة تفعيل جميع خطوط النقل العام والبالغة 72 خطا.
هذا الأمر يمكن يغني الكثير من الموظفين والطلبة من استخدام السيارات الشخصية، وبالتالي قد يكون حلاً من حلول الاختناقات المرورية. لكن هل سيطبق ذلك بالفعل؟ خليكم ويانا. تفاصيل أكثر عن توسعة خطوط النقل العام في بغداد، والسؤال الأهم أنه هل راح يستغني الموظف أو أي شخص عن النقل الخاص به؟ خلينا نسأل وزارة النقل وضيفنا اللي هو مدير العلاقات والإعلام بالوزارة الأستاذ ميثم الصافي. أهلا وسهلا أستاذ ميثم. يسعد صباحك. صباح الخير عليك. بداية شوية أحكي لنا عن شنو هذه التوسعة خطوط النقل، شنو راح تتضمن، شنو أنواع المركبات اللي راح تدخل إلى بغداد؟ شكرا لقناتكم لتحت الفرصة الحديث عن قطاع النقل بشكل عام، عن موضوع النقل الجماعي خصوصا. النقل الجماعي هو أحد مشاريع وزارة النقل الخدمية. تعرفون حضراتكم عندنا مشاريع استراتيجية ومشاريع خدمية. مشاريع الخدمية ندرج ضمن يعني من ضمنها النقل العام. شو كنت راح تدخل السيارات البغداد؟ سؤال مباشر. بالنسبة لمركبات النقل الجماعي هي عاملة في بغداد، والخطوط جاي تفتح 14 خط تم افتتاحها عام 2023. هذا الخط بداية كان هنالك افتتاح خطين مهم يعني مهمين وحيويين ايضا في بغداد في الكرخ والرصافة. الخطة بشكل عام هي تشمل 72 خط، وهي جزء من خطة اوسع اللي هي تسمى خطة النقل الجماعي في بغداد، واللي تتضمن ايضا القطاع العفو مترو بغداد اللي هو من يعني جدا مهم. احنا نتكلم عن مترو بغداد والعمل الكبير اللي يضم هذا الموضوع. خلينا نتكلم اكثر عن انت ذكرت اكو هناك بعض التوسعات اللي قاعده تصير، وذكرت انه اكو خطوط. احنا يمكن شاهدنا انه افتتاح خط جديد للنقل كان موجود بخمس يمكن مناطق. نتكلم، خلينا نتكلم عن هذا كبدايه على مود بعدين نروح نشوف شنو الاشياء اللي قادمه، او حتى هو نفسه راح تكون هناك اكو توسعه الى او تكون لها اكثر من وقفه. حضرتك تقصدين الخط اللي انفتح مساحة ميسون باتجاه الجامعة المستنصرية باتجاه جامع النداء. هذا الخط هو أحد الخطوط الحيوية المهمة في بغداد. المشكلة هو يبتدي من النداء؟ يبتدي من ساحة ميسلون. المشكلة مو بال يعني الخطوط أو يعني افتتاح خطوط أو من عدمها، هي خطة متكاملة. تعرفون حضراتكم الخطوط لها علاقة بال يعني الحملة العمرانية اللي تقوم بها الحكومة العراقية بشكل عام، من خلال فتح العفو بناء الجسور، وكذلك فتح التقاطعات، وكذلك توسعة الطرق. هي أيضا ندرج ضمنها موضوع النقل الجماعي. وزارة النقل هي عضو باللجنة العليا لفك الزخم المروري في بغداد. ومثل ما وضحنا لكم هذا المشروع هو مشروع متكامل يشمل النقل الجماعي. هل المركبات اللي موجودة هي حديثة تواكب اللي موجود بالخارج، بها نظام أو خريطة على مود تخلي الشخص يعرف هو من وين راح ينتقل إلى وين المحطة القادمة، أو إلى الآن إحنا نتكلم عن القديم يعني؟ بالتأكيد المركبات اللي مستخدمة عندنا هي مركبات حديثة، لكن عملية انتقال الموظفين أو يعني المواطنين من مكان إلى آخر يعني لم تهيئ الى الان. مو لم تهيئ، هي الامور وفق السياقات المتبعه بالعالميه متخذينها احنا، لكن الطرق هي مغلقه اساسا بسبب الزخم المروري، فعمليه انتقال المواطن بالباص راح ياخر اكثر. اكو محطات هي اللي انتم مجهزيها لوقوف الركاب؟ اكو محطات، وايضا هنالك تعاقد مع احد الشركات بشان يعني راح يكون هنالك مظلات خاصه للمسافرين. متى راح تكون العمليه المباشره بهذا الموضوع؟ احنا استمرنا المشروع ما يخص فقط النقل الجماعي في بغداد، حتى في المحافظات ايضا. الموضوع مو موضوع بعده حلقات. من ضمن الحلقات الاخرى هو المشاكل المترتبه على هذا الموضوع. كانت هنالك مشاكل متعدده، يعني ابرزها كانت السيطرات، وهذا الموضوع تخلصنا من عده. حاليا يعني وفق الخطه اللي موجوده هنالك طرق راح تكون خاصه بهذه المركبات مع عمليه فك الزخم المروري في بغداد. إذن هي خطه انتم واضعينها، تبتدي يمكن بعض المعرقلات اللي هي انتم قاعده تحاولون انكم تتخلصون منها. شنو هي المعرقلات القادمه اللي هي نقول احنا بالمدى القريب، ما راح نتكلم عن البعيد، اللي هي انتم خليها بعين الاعتبار للتقليل من الازدحامات على مود تكون هناك مثلا فرصه الى انه تزجون بالخطه بشكل اوسع؟ عندنا اكثر من 500 باص موجوده، تم يعني مخاطبه بعض المؤسسات الحكوميه بتزويتهم يعني بباصات خاصه لنقل الموظفين منه والى محل سكنهم. وهذا الموضوع احنا زودناهم كتب ومراسلات، منتظرين الاجابه من عندهم. هذا فيما يخص مبادرات وزاره النقل. خطوطنا ايضا بدينا نفعلها 72 خط. احنا يعني كحد اقصى نوصل الى ان نشغل به خطوطنا. حاليا 24 خط فعالات، يعني من ضمنهم ال 14 خط اللي افتتحناهن، بالاضافه للخطين اللي الجدد اللي افتتحناهن هذا العام.
المستقبل القريب ان شاء الله راح يكون هنالك موضوع تصاعد بيفتح بعض الخطوط. من اللي يصعد باصات بغداد؟ هذا الموضوع هذا اللي عنده بس هيك فراغ يعني هو الوقت مو طبيعي عنده. نعم. فد 6 ساعات فري. احنا شنو هذه الدراسه يعني قبل 6 ساعات يطلع من الموعد او للدوام؟ هذا السؤال كان من ضمن اولوياتنا يعني الاستراتيجيه اللي وضعتها وزاره النقل مع الجهات المعنيه الخاصه. انه كان هذا الناس تفضل الكيات اللي هي شويه اسرع كان سرعتها اكبر كان وتفوت بطرق يعني كل الطرق مفتوحه لها بس يعني وضعها كلش مزري للمواطن. من ضمن الامور اللي تم طرحها هو هذا السؤال، وهذا السؤال. نعم. هو اساسا كان بدايه لاستنتاج بعض الخطط. يعني انتوا انا جيت ابدا موضوع مترو بغداد فانتوا دفعتوا باتجاه النقل العام وبقيت على النقل العام. هذا جزء من مشروع اخر يعني عمليه النقل للوقت، هذا راح يتعلق بالمشروع الشامل. صحيح. اللي يخص فك الزخم المروري في بغداد. نعم. من ضمن النقل الجماعي. فعمليه يعني شلون احنا نرغب المواطن انه يصعد بهذه الباصات لازم نوفر لك التالي. اسف جدا ست. اولا التوقيت، احنا باصاتنا جايه تنطلق بالتوقيت المناسب، لكن المواطن ما يرغبها لان تاخر. وانا باصات حديثه. لا احنا عندنا باصاتنا حديثه، لكن المشكله عمليه انتقالها من مكان الى اخر راح تتاخر بسبب الازدحام. استاذ ميثم، انا كنت اريدك قبل ما اتكلم عن هذا الموضوع، انت قاعد تقول المواطنين او غيرهم، احنا اخذنا عينه من المواطنين. نعم. على مود احنا تكون اجابتك مبنيه على كذلك الاجابات اللي راح تكون. نعم. موجوده. احنا تحدثنا مع المسؤولين اكيد، ولكن نريد نشوف المواطنين توفر النقل العام هل راح يستغنون عن النقل الخاص؟ هذا السؤال طرحته زميلتنا شكران على مجموعه من الناس، خلينا نتابع اجاباتهم. اكيد بسبب الازدحامات اللي ببغداد، وشيء جديد على بغداد ونقله نوعيه يعتبر. الناس راح تعوف سيارات اذا توفرت وسائل النقل الحديثه، يعني بكل الدول المتطوره كل الدول الواصله تلقينا كوميترو، يعني اكثر العالم ما يطلعون بسياراتهم الخاصه الا وقت يعني وقت الضروره. اكثر بالمترو اللي يروح على الدوام، الموظفك والدول الواصله يطلع بالمترو يوصل مكان محطه قريبه على الدوام مالته ينزل. حتى الشوارع فرق تلقيها بغير دول يعني. اكيد راح تترك كل شيء، لانه اكو هسه يعني اللي حسب ما سمعته انه اكو مترو دا يسووه بالموصل، صح ولا غلط؟ لا يسوونها مترو، لا ابد، الناس ملتيئه، هو اذا اوفرهم حتى الموظفين دا يوصلون متاخرين بضعيفهم. حسب ظروفهم، حسب الظروف، اذا اكو ازدحام خوش راح يعوف السياره مالته الخاصه. خوش ويصعد شنو؟ يصعد بالسيارات المتوفره. يعني نتمنى، احنا نتمنى هذا الشيء، لان المترو وين يفرق بالازدحامات، يفرق بالراحه، يعني فشي حلو ببغداد راح يصير، يا ريت والله. يعني شفنا الاجابات. نعم. هسه نريد هسه اتكلم عن يصعدون لو لا، او شو انت ترى الموضوع؟ انا اشوف انه الموضوع يحتاج لتطوير اكثر بعد. من ناحيه اولا توفير الانسيابيه بالطرق، يكون هناك اتفاق مع الجهات الاخرى المختصه، تعرفون انه حركه السير هي مو مختصه بوزاره النقل. يعني هنالك جهات اخرى، هو المسؤول يعني المسؤوليه مسؤوليه تكامليه بيننا وبين المؤسسات الاخرى. هذا التعاون راح يؤدي الى نتائج. ايضا هناك خطه شامله في يعني وضعتها الحكومه العراقيه من خلال فتح الطرق وكذلك بناء المجسرات، وايضا تفعيل النقل الجماعي، ومن ضمن مشاريع متعدده مثل ما بدايه الحلقه وضحنا لكم فيما يخص مترو بغداد. مترو بغداد خلينا نتكلم عنه. نعم. احنا قاعد نسمع كثير من الاخبار، واحنا صراحه سعيدين بوجود مثل هكذا. نعم. مشروع، صح يمكن شويه متاخر الموضوع، ولكن احنا نقول موجود احسن من اساسا غير موجود. احنا شفنا انه راح يكون هناك خط سير عمل موجود، كان اكو فكر او موجود الاساس والمسار انوضع، شاهدنا كثير من الامور، لكن احنا نريد نوجه يعني نسلط الضوء اكثر عن شو وقت احنا راح نبدا نشوف اساسات، شو وقت راح نشوف انه هو كم منطقه راح كم نقطه راح تكون مشتركه به. بالنسبه لمترو بغداد، هو مشروع مطور، كان بالبدايه هو قطار بغداد المعلق مندرج ضمن المشروع النقل الجماعي، وتوسع يعني كان بدل ما يشمل 15% من محافظة بغداد، هذا المشروع يشمل 85% من مساحة العاصمة كرخور صافة. المشروع هو فكرة متطورة مأخوذة من الدول يعني اللي مطبقتها بالعالم. كان هنالك الأسابيع الماضية تم توقيع عقد استشاري
احد الشركات الرائده بهذا المجال اللي له خبرته اكثر من 42 سنه. وسط الحديث عن هذا الموضوع، الموضوع هو يخص امانه بغداد، يعني امانه العاصمه، يعني مو وزاره النقل، لكن وزاره النقل باعتبارها قطاع يعني جهه قطاعيه راح يكون لها دور بهذا المشروع ايضا. المشروع راح يكون يعني على محاور رئيسيه ثلاثه، راح يشمل اغلب يعني مناطق العاصمه، يضم 14 محطة هي؟ نعم، وراح يكون بي يعني عملية التنقل من خلال منطقة إلى أخرى بسرعة يعني قياسية. هنالك أيضا أسعار راح تستخدم به، الأسعار اللي ممكن أنه توفر للمواطن العراقي التنقل بسيط ويعني يتناسب ويبضع المادي بشكل عام. راح تكون هنالك هذه القطارات مزودة بخدمة يعني متطورة، راح تكون هنالك يعني لذوي يعني الاحتياجات الخاصة أماكن خاصة للنساء، ايضا راح يكون لها اماكن خاصه، وكذلك يعني اللي يسمونها المقطوره الذهبيه راح تكون ايضا خاصه، راح تكون مستوى الخدمه المقدمه بها مستوى يعني مستوى عالي جدا. الدراسه اللي وضعت لهذا المشروع هي دراسه موسعه، المشروع راح يكون افتتاح ان شاء الله بزمن السيد السوداني. طبعا مشروع مترو بغداد هو مشروع يعني بعيد ويحتاج لسنوات طويله حتى يعني واحد مو طويلة نتحدث موجود حاليا يعني ميزانية بالنسبة للمشروع يعني ما أخذ وقت يعني الله يكون على أرض الواقع والناس يعني يكون هسه قلت لكم إن راح يكون إحنا أنا أريد أستاذ ميثم شوي نحكي على الحلول القريبة اللي موجودة عند وزارة النقل، شنو المطروح هسه أمامكم الحلول؟ وواحدة من الأشياء أيضا الباصات، هل راح يكون عملها 24 ساعة ولا هو خلال فترة الذروة؟ بالنسبة للحلول الآنية هذا الموضوع احنا ماشيين به من بدايه 2023، الخطه طبقت في بغداد وكذلك طبقت في المحافظات. لكن تعرفون حضراتكم انه عمليه بناء المجسرات وكذلك الطرق يعني سببت لنا بعض الارباك، لكن هذا الموضوع يعني ما قدر انه يوقف من عزيمتنا باستكمال مشروعنا. المشروع لا يخص النقل الخاص فقط، العفو النقل العام فقط فيما يخص الباصات الحمر، له علاقه ايضا بالنقل الخاص، وهنالك مشروع اخر اللي هو مشروع التاكسي الوطني راح يكون له علاقه بهذا الموضوع، لان تعرفون حضراتكم لما نتنمي القطاع العام ضروري ان يكون هنالك عين اخرى تساعد القطاع الخاص. القطاع الخاص اذا اي انجاز يكون على مستوى القطاع العام راح يكون هناك ضرر على القطاع الخاص، فاحنا الموضوعين مخلينهم بالحسبان وفوق دراسه شامله. اما عمليه فتح الخطوط مثل ما وضحنا لكم احنا مستمرين بها، اما موضوع الباصات انطلاقا طبعا هو قبل ساعات الدوام، وطبعا ينتهي مع ساعات الدوام باعتبار انه بقاء هذه الباصات بدون يعني فائده يعني تروح وترجع وبدون يعني مردود اقتصادي حسب الجدول الاقتصاديه راح يسبب لنا مشاكل اقتصاديه اكثر. نعم. الموضوع موجود واحنا مشتغلين به والحمد لله رب العالمين. حلو، وهذا الموضوع جدا مهم، مو فقط على مود الازدحامات وحتى على مود الانبعاثات اللي قاعده تكون موجوده بيئيا. احنا قاعد نتكلم تعرفون نعم حضراتكم انه بغداد هي من اولى العاصمات اللي استخدمت الباصات الحمر. هذا الموضوع على علاقة بتاريخ بغداد وبتراثها، حتى القطار أو المترو بغداد راح يكون هو جزء حضاري يضاف إلى محافظة بغداد. مهتمين بهذا الموضوع، حكومة الخدمات بشكل عام مهتمة بهذا الموضوع، أيضا المحافظات الأخرى فيما يخص النقل الجماعي، في محافظة نينوى تم تفعيل هذا المشروع، وكذلك في محافظة صلاح الدين، وايضا في محافظه الانبار كان هناك خطه تشمل المحافظات بالنقل كذلك. كل المحافظات مشموله بهذا الموضوع، وايضا محافظه كربلاء والنجف راح يكون هنالك قطار معلق خاص بهم بطول يعني المسار راح يكون 85 كيلومتر، وهذا القطار نفس الشركه اللي تم الاستشاره يعني توقيع العقد الاستشاري بخصوص مترو بغداد هي نفسها راح يتم توقيع العقد الاستشاري معها. ممتاز. والله خش خطوات، يعني نتمنى انه يكون اكو مباشره بها، لان هو من تتم المباشره احنا يعني ننتظر انه تنفتح المشاريع مثل ما صارت مباشره بالاعمار داخل بغداد والجسور والمجسرات، واليوم دا نشوفها قدام عيننا يعني دا ينفتح مشروع بعد مشروع. كل المشاريع اللي تنجي يعني يتم انجازها هي لازم يكون يعني مسؤوليه تكامليه، ايضا انتم مدعوين كاعلام ان تساعدونا كوزاره النقل مشاريعنا، خصوصا تم استلام المطارات بالفتره الاخيره، هذا واجبنا وهذا الموضوع ايضا يحتاج انه دعم من عندكم كاعلاميين، واحنا كاعلام وزاره النقل فتحنا يعني ابواب التعاون مع كافه القنوات وكذلك يعني الوكالات وايضا وسائل الاعلام. احنا قاعدين نشوف جهودكم امانه. نعم. يعني احنا نتكلم عن حتى في اوقات الذروه زيارات او غيرها تكون موجوده. نعم. قاعد نشوف الجهود المبذوله لتسهيل من الازدحامات، وكذلك
كذلك قاعد نشوف المباشرة ووجود المسؤولين بشكل شخصي ومباشر بالمطارات والمتابعة بشكل سريع، مو فقط على سير الطيارات ولكن حتى وصل الموضوع لسرعة وصول الحقائب للمسافرين. هاي كارثة، هاي أزمة. من خلال قناتكم أيضا أحب أوجه رسالة لبعض اللي جاي يهاجمونا حاليا. طبعا الموضوع مرات عملية الإنجاز وعملية يعني محاولة أنه إعادة ترميم الأوضاع، يعني يواجهنا بعض المقاطع اللي هي مفبركة أصلا. هنالك أكثر مقاطع فيديو جاي تصور بالمطارات وغيرها من الأماكن لغرض التشهير والتسقيط. هذا الموضوع إحنا ما راح يثنينا عن يعني أو يوقفنا عن يعني مسؤوليتنا تجاه بلدنا وتجاه شعبنا، ومستمرين بهذا الموضوع. ونطلب منكم أنتم بشكل عام، لا إحنا كنت قاعد نشوف هذه الجهود، ولكن أكو نقطة مهمة أنه قبل كان في بعض المشاكل إحنا هذا الشيء يكون أكيد يعني، ولكن البعض يمكن من يصور أو غيره، إحنا مو نتكلم بصدد أنه مو هجوم على الكل، ولكن الغرض يمكن تكون حرقة أنه يريدون يشوفون هذا هي واجهة البلاد، يريدون بأحسن الطرق. إحنا نتكلم عن يعني أكو أماكن صراحة أبسط شيء، الحمامات، كثير من الأشياء هي تكون بها مشاكل، يمكن المسافر هو اللي يروح قاعد يفهم ويعاني من هذا مو الموضوع. بس هاي ديمة يعني إحنا اليوم مطار بغداد يعني صالش قد ما متأهل تأهيل حقيقي وتغيير كامل، يعني يحتاج لتغيير كامل، يعني هذا واجهة البلد اليوم. صح. أنت من تدخل لمطار أي دولة معينة مباشرة تأخذ فكرة عن ثقافة هذه الدولة، عمقها، مستواها الاقتصادي، مستوى تحضرها. فإحنا صراحة محتاجين الالتفات السريعة لمطار بغداد بكل قطاعاته وحتى القطاع الخدمي. هي استلمت الوزارة أرجو قاعد نشاهد خلال صفحتهم الشخصية، تم يعني استلم المطارات الملف المطارات صار تقريبا 10 أيام إلى أسبوع. باشرنا بحملة تأهيل للمطار، هنالك يعني حرام واحد يشوف صراحة والله استاذ ميتم، حرام واحد يشوف دول فقيرة اقتصاديا ولكن مطاراتها تدل على تقدم تكنولوجي، تطور بكل ميادين. إذا عندي وقت أحكي عن الموضوع، للأسف يعني تقريبا البرنامج خلص، راح أختصر الموضوع. راح تشاهدون مطارات بغداد بحلة إن شاء الله جديدة. إحنا نتمنى هذا الشيء، وراح تكونون يعني خير شاهد على هذا الموضوع. نعم. وأيضا راح توثقون هذا الموضوع من خلال كاميراتكم. يعني إحنا يمكن عفوا تكلمنا عن النقل ولكن ما قدرنا نتقدم نتكلم عن المطار، لأن صفحتكم أساسا هي عبارة عن آخر فترة آخر أيام هي عبارة عن الجهود اللي قاعد تبذل بالمطار. يكون ان زيارات القناه تكون موقره، وراح يتم الحديث عن هذا الموضوع بالامس. اكيد احنا راح نكون مواكبين لكل التطورات سواء بالنقل سواء بكثير من الامور. ميثم الصافي، اعلام وزاره النقل، شكرا. شكرا لك استاذ ميثم. مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، نترككم مع بقيه برامج اليو تي في. من صباحكم نقول لكم في امان الله، مع السلامه.